بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل تدبرنا في سورة الفيل العظيمة، هذه السورة المباركة التي نزلت في أجواء من الصراع والتحديات بين الحق الذي نزل في رسالة القرآن وبين الباطل الذي أليفه القوم من كفار قريش وصناديدها. حق جديد وباطل قديم، حق لم يألفوه ولم يعهدوه من قبل، لا في دين الآباء ولا الأجداد، وقديم ألفوه وعرفوه وعاشوا عليه ومات عليه الآباء والأجداد. صراع قوي، ولكن سنة الله ماضية في الخلق. هذه السنة التي يعلمنا القرآن إياها بأوجز كلمات وعبارات. قال في مفتتحها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أجواء السورة أجواء تذكر القوم على ما يعرفون وبما يعرفون، لا بما يجهلون. وذكرنا في أكثر من مرة أن واحدة من أعظم أساليب الإعجاز في القرآن أنه ينطلق من تلك المسلمات التي يتفق عليها المستمع والمتلقي إلى شيء لا يعرفه، ليوصل ويصل من ذلك الذي يعرف إلى ذاك الذي قد يعاند فيه ويصر ويجحد وينكر. القوم كانوا يعرفون عام الفيل ويؤرخون به ويتحدثون عنه ويعدونه من مآثرهم في تاريخهم، في تاريخهم الشعبي وتراثهم الثقافي الذي توارثوا. وعام الفيل لم يكن مطلقاً بالبعيد حتى من الفترة الزمنية عن فترة نزول القرآن، بمعنى أن من عاصر الفيل وحدوث حادثة الفيل الغالب فيه أنه ما يزال يعيش وقت نزول القرآن، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولد عام الفيل. إذن المسألة مسألة مألوفة معهودة، ولكن السؤال الذي يواجهنا هنا كذلك: طيب القرآن لا يخاطب فقط من نزل أول ما نزل فيهم أهل مكة ولا جزيرة العرب، ولكن يخاطب العالم عبر الزمن، فكيف يستهل هذه السورة المباركة بقوله جل شأنه: ألم ترى؟ استفهام تعجبي فيه من التعجيب والتعجب، وفي ذات الوقت له مقاصد ومعاني. واحدة من أعظم مقاصد هذا الاستهلال العظيم أنه يدعو للنظر والاعتبار والرؤية القلبية والبصرية والنظر في مدرسة التاريخ وأحداثها، وتبين أن الأحداث التي تحصل في التاريخ ليست عبثية ولا فوضوية ولا عشوائية، وإن بدا للإنسان لأول وهلة أنها مجرد حدث، أنها مجرد ظاهرة، لكن لابد، والقرآن هكذا يدعو للتفكر والتأمل والتبصر، بأن لا يمر الإنسان على الأحداث هكذا. ألم ترى، تنبيه، تعجيب، دعوة للرؤية البصرية، استفهام عن الرؤية القلبية أو البصرية. تدبر معي، والقرآن يذكر ذلك كثيرا. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. ألم يرى، ألم يروا، في آيات متعددة
هذه تجعل الإنسان يتوقف عندها. هذا ليس مجرد كلمة ومفردة، هذا فعل الإنسان مطلوب يحث عليه القرآن. تدبر معي في هذه المعاني. ولماذا جاء بالرؤية؟ لأنه كما ذكرنا قبل قليل، ليس المطلوب فقط أن تمد بصرك إلى ذاك الشيء أو تقع عينك على ذاك الشيء أو ذاك الحدث، ولكن المطلوب رؤية قلبية فكرية عقلية، يعني تفاعل وانفعال بين ما تراه العين وبين ما يفهمه العقل والقلب. هذا التوافق والانسجام الذي لا بد له أن يحدث. شيء آخر، ألم ترى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال، ونحن اليوم وكل من جاء بعد ذلك العام ولم يعاصر القضية الفيل ولم يراها وينظر إليها، يا ترى كيف يستطيع أن يراها؟ الرؤية لا تستلزم أن تقع عينك على الشيء. تدبر معي في هذه الدقيقة من الدقائق، في الكلمة والتعبير وفي المعنى والمقصد. ولذلك القرآن العظيم ينبه إلى هذا، ألم ترى، قد تقع عينك على الشيء وترى، وقد لا تقع عينك على شيء ولكن لا بد أن تفهم وتستوعب. هذه الصورة سواء كانت صورة تاريخية أو حدث تاريخي لم تشهده، أو رؤية وصورة في الكون تراها، ألم ترى كيف فعل، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. تدبر معي في المعاني. إذن القرآن العظيم في هذه الآيات المباركات من بداية الاستهلال وأول كلمة في السورة ينبه إلى أي شيء؟ دراسة التاريخ وأحداث التاريخ، وتفهم وتبصر بأن سنن الله ماضية، وأن ما يحدث في الكون وفي التاريخ وحركة الإنسان فردا ومجتمعا ليست بعيدة عن تلك السنن. قال ألم ترى كيف فعل، وتدبر معي كيف، عن الكيفية السؤال هنا. ما قال جل شأنه ألم ترى ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل، لأن الناس والقوم والتاريخ يحفظ ماذا فعل. السؤال ليست عن ما فعل، لا، الوقوف ليس عن ما حدث لهؤلاء القوم الذين كانوا يسفهون ويعتدون على كرامة غيرهم من الأمم، لا 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 لا، لا. كيف، الكيفية. يتساءل الإنسان، طيب لماذا السؤال هنا عن الكيفية؟ لماذا لم يكن السؤال عن ماذا؟ ماذا معلومة ما حدث لهؤلاء؟ والعرب كانت تعرفها وقد حفظتها في ذاكرتها الشعرية ودواوينها وذاكرتها التاريخية والثقافية، وتتداوله بينها عبر الحكايات وعبر القصص وعبر أشياء مختلفة ووسائل الإعلام التي كانت متوافرة وموجودة أمامهم. حفظوا عام الفيل، حفظوا أحداث الفيل، حفظوا ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل. لكن الذي يريد القرآن أن يوجه القلوب والعقول والأفكار والأذهان إليه، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تتساءل لماذا السؤال عن الكيف، حتى يستوعب الإنسان قدرة الله المطلقة. كيف، لماذا؟ في الاتصال مع ما جاء قبلها كما ذكرنا قبل في الحلقة الماضية حين قلنا التناسب بين نهاية سورة الهمزة وسورة الفيل، سورة الهمزة عذاب أخروي أنت ما تشهده الآن، ولكن سورة الفيل عذاب دنيوي عجلت العقوبة فيه لهؤلاء، فقال كيف فعل ربك، حتى يفهمك ويوصل لك الرسالة أن ما يبدو لك في ظاهره أنه مجرد حدث، مجرد ظاهرة كونية، مجرد زلزال، مجرد هزة أرضية، مجرد بركان، مجرد أي شيء تفسره، لابد أن تفهم وتستوعب وتتعلم الدروس والحكم.
وهنا هذا الجيش هزم. تدبر معي في هذه الحقيقة. فعل ربك، فالفعل فعل الله جل شأنه. وخطأ قال الكلمة في الدقة ربك، من التربية والتذكير بالتربية، وأن واحدة من أهم عناصر تربية الخالق جل شأنه لخلقه. أحداث التاريخ، المحن، الصعوبات، الأزمات، كيف يتأمل ويتدبر الإنسان فردا ومجتمعا في فعل الله جل شأنه بما يحدث. شيء آخر أن يعلم الإنسان أن هذا الكون الفسيح ليس من يحكم فيه هو الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى. الإنسان قد يطغى ويتناسى تماما ويتجاهل ما حدث ويحدث، ويتجاهل تماما فعل الله سبحانه وتعالى وقدرته المطلقة في الفعل. فهنا يعيد الأمور للنصابة، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الفيل الذي لم يذكر في كتاب الله إلا في هذه السورة. لماذا الفيل؟ الفيل رمز، ما زال هو رمز في كثير من ثقافات الأمم، جنوب شرق آسيا، في آسيا، في الهند، في شبه القارة الهندية، في كثير من الأماكن. رمز، رمز للقوة، رمز للقدرة، رمز للحكمة، رمز للسلطة، رمز لأشياء كثيرة. لكن القرآن لا يريدك هنا فقط أن تتوقف عند رمز الفيل الذي ما عهده العرب ولا عرفوا، وجاءهم هؤلاء القوم بما لم يألفوا ولم يعرفوه ولم يعهدوا. طبعا شيء طبيعي جدا أن القارئ حين يقرأ في السورة المباركة سيلفت النظر فيه ويلتفت نظره للروايات، للأخبار التي تناقلتها كثير من كتب التفاسير، وحول عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف قابل أبرهة، وهذا أبرهة الملك الحبشي الذي كان يحكم وكان نصرانيا وكان متجبرا، وبنى كنيسة وأراد الناس أن يحجوا إليها، فسمع بأن العرب لديهم كعبة والناس كلهم يحجون ويذهبون إليها من أطراف الجزيرة العربية، فأراد أن يجعل له ملكا أقوى من ملكهم وعزة أقوى من عزتهم واعتزازهم بالبيت، فبنى بيتا آخر، فوجد أن الناس قد عزفوا عنه، فأراد أن يهدم ذلك البيت لأجل أن يقيم له مجدا، ويحطم ويزيل كل أشكال المجد الأخرى ليصنع ذلك المجد ويقيمه بالاعتداء على مقدسات الآخرين. تدبر معي في المعاني، مسألة ليست مجرد هذه الروايات التي تناقلتها كثير من الكتب، كثير من هذه الروايات ليس بصحيح. ولذلك أنت حين تأتي إلى القرآن تقبل من القرآن ما قال به وأيده وأثبته، ولا تخضع منطق القرآن وآيات القرآن إلى رواية لم تصح، لا، ولكن تخضع تلك الروايات للقرآن ولمنطق القرآن لأجل أن تفهم وتستوعب ماذا تقبل وماذا لا تقبل. القرآن ما وقف بنا عند كل هذا، ما السبب الذي دفع أبرهة للهجوم على الكعبة ومحاولة غزوها وتحطيمها؟ ما الذي جاء به من الحبشة إلى هنا؟ ما الذي جاء به؟ قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ونحن نقول دوما واحدة من أعظم قواعد التدبر في كتاب الله أن تقف عندما يقف عنده القرآن. القرآن لا يدخلك في تفاصيل، لا حاجة لك بالتفاصيل، والذهاب بعيدا في التاريخ والروايات والتي قد تصح قد وغالبها لم يصح، وكيف حدث وماذا لا، قف مع القرآن وآياته. القرآن يريدك أن تستوعب وتفهم أن هؤلاء أصحاب الفيل كادوا
لهذه الأماكن والمكان المقدس. فجعل ذلك الكيد في تضليل، وعجل لهم بالعقوبة وأرسل عليهم طيران أبابيل. تدبر معي في عظمة القرآن في 5 آيات. ولكن ما الذي جعل أصحاب الفيل يفعلون ما يفعلون؟ تدبر في الربط بينها هنا وبين سورة الهمزة، وبينها وبين سورة قريش في ترتيب المصحف التي جاءت بعدها. الخوف، الخوف الذي هو نقيض الأمن والأمان، الاعتداء على الآخرين بكل صوره. أصحاب الفيل قطعا كانوا أقوياء، أقوياء ماديا، قوة مادية طاغية ما كان يمتلكها العرب في ذلك الوقت، الذين كانوا يقطنون في الجزيرة العربية وفي حول الكعبة ما كانوا يملكونها. وهؤلاء غاروا عليهم وهجموا عليهم وأرادوا أن يهجموا عليهم ويهدموا البيت لأجل أن يشيدوا لهم مجدا كما ذكرنا. والقصة والحدث يتكرر بأشكال وصور مختلفة. فها أنت ترى في زماننا الذي نعيش فيه من يدعي أن له هيكلا يريد أن يقيمه لأجل أن يحطم على أنقاض بيت آخر ومسجد آخر. تدبر معي في هذه المعاني، يقيم هيكله المزعوم ومجده المزعوم على أنقاض بيت وصرح مشهود وموجود. تدبر معي فيها في عمق هذه القضية حتى نفهم ونستوعب أنك يا إنسان يا أمم الأرض ستجدون في كل وقت في كل بيئة في كل زمان من يريد أن يقيم له مجدا على أنقاض أمجادكم. والمسألة لا تتعلق فقط بالأمجاد، المسألة مسألة قيم وحق ومبادئ. تدبر في الربط بينها وبين سورة الهمزة. أنت لا ينبغي أن تعتدي ولا أن تنال من كرامة الآخرين، كرامة الناس، قدر الناس، دماؤهم، أعراضهم، أموالهم، بيوتهم، مقدساتهم، خطوط حمراء ينبغي أن تقف عندها ولا تعتدي عليها. تدبر معي، وتدبر معي في دقة المفردة. قال ألم يجعل كيدهم في تضليل. وكل الأفعال في السورة المباركة ذات ال5 آيات، فعل ربك، يجعل كيدهم، أرسل عليهم، جعلهم كعصف مأكول، نسبها له جل شأنه. هذا فعل إلهي، تدخل إلهي. تدبر معي في هذه المعاني. يتساءل الإنسان والكثير اليوم منا يتساءلون، طيب ولماذا لا يكون هذا التدخل الإلهي في كل وقت وفي كل زمان لحماية مقدسات المسلمين مثلا اليوم في بيت المقدس أو ما شابه؟ أقول لك، قلنا ونقول سورة الهمزة جاءت بالحديث عن عقاب أخروي، سورة الفيل عقاب دنيوي وتعجيل العقاب. إرادة الله مطلقة، إن شاء سبحانه أمضى هذا التدخل في زمن وفي وقت وفي شكل وفي فعل ما، وإن شاء سبحانه وتعالى ولحكمة أوقفه. وحين لم يكن هناك منهج، اللي هو منهج القرآن، ربي جل شأنه أمضاه في عام الفيل. وحين نزل القرآن وبعد نزول القرآن الرب جل شأنه قال لعباده وأمرهم إن تنصروا الله ينصركم. تدبر معي، والقرآن افتتح واستهل السورة قال ألم ترى، وقلنا في وقت آخر وفي آيات أخرى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. قضية وحادثة أنت ما رأيتها ولا عاينتها، يريدك القرآن للتعجيب أن تقف عند معناها ومغزاها.
رؤية قلبية عقلية يقينية كأنك رأيتها ببصرك. خرجوا من ديارهم وأم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياوا، حدث تاريخي. إذن هؤلاء وما فعله الله جل شأنه بأصحاب الفيل يريد منك أن تأخذ العبرة والرؤية القلبية والعقلية والفكرية، حتى وإن أنت لم تعاين أحداث عام الفيل ولم تبصره وتراه بعينك كما نحن اليوم ونحن نقرأ سورة الفيل، ولكن تفهم وتستوعب. تدبر معي في المعاني. طيب ما الغرض من كل ذلك؟ أنت تستوعب في آيات أخرى وفي سور أخرى ربي جل شأنه الذي أمر عباده بالخروج وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بنصرة الحق والدفاع عنه. أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قال وما رميت إذ رميت، إذن أنت رميت ولكن الله رمى. إذن أمرك بأن تقوم بدورك كإنسان في الدفاع والرمي. تدبر معي في المعنى، إن تنصروا الله ينصركم. لكن في قصة الفيل وفي سورة الفيل ليس هناك أمر توجيه، فعل ربك بأصحاب الفيل. ولذلك أنا لا أتفق والله أعلم مع ما ذهب إليه علامة الهند المعروف عبد الحميد الفراهي حين قال في سورة الفيل وتدبر لسورة الفيل أن العرب تدخلوا بالدفاع عن بيت الله الحرام ومقدساتهم، لأن ظاهر السورة المباركة وسياق المفردات في السورة لا يعطي هذا المعنى. هو اعتمد في الرد لهذه المعاني الظاهرة على الروايات ودواوين وأشعار العرب التي أوضح البعض منها أن العرب دافعوا عن البيت الحرام، لكن السورة والاحتكام إلى ظاهر السورة وآياتها لا يشي بهذا ولا يبين هذا والله أعلم. نسب كل الأفعال للخالق جل شأنه. تقول لي ولكن هو نسب في السورة الأخرى قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أقول لك لا، قال وما رميت، أنت رميت إذن، وقال وما رميت إذ رميت، إذن حصل فعل الرمي منك. للمسلمين سواء في غزوة بدر ولا في غزوات أخرى، تدبر معي في هذه المعاني. سورة الأحزاب صحيح هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، خرج المؤمنون للدفاع، دافعوا بأنفسهم، دافعوا بما أوتوا من قوة. إذن هناك فعل إنساني، هناك موقف للدفاع عن الحق. سورة الفيل لم تظهر هذا، شيء آخر. ولذلك نحن نقول في الرد على هذه الشبهة لمن يقول اليوم لماذا لا يدافع الله عن بيت المقدس؟ لماذا لا يحارب عن بيت المقدس؟ لماذا لا يرد كيد من يريد سوءا ببيت المقدس؟ أقول لك مثلك في ذلك السؤال كمثل هؤلاء الذين يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ربك سبحانه وتعالى أمرك بالدفاع عن الحق، أمرك بنصرة الحق، والدفاع عن الحق وحفظ الدين من أعلى مقاصد الشريعة. حفظ الدين واحدة من أشكال حفظ الدين، حفظ المقدسات، بيوت الله. تدبر معي في هذه المعاني، أمرك الله بحفظها، هو يستطيع سبحانه وتعالى أن يحفظها بلا شك، ولا هناك مؤمن يستطيع أن يجادل في هذا، وقد حفظها وأعطاك نموذجا لذلك الحفظ في سورة الفيل. لكن أنت بعدما أنزل إليك القرآن وبين لك وأمرك افعل ولا تفعل، قال إن تنصروا الله ينصركم، قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أليس من عمارة المساجد أن تحفظها من الهدم، أن تحفظها من التدنيس، أن تدافع عنها؟
الدفاع عنها لا يكون فقط دفاعا عن حجارة وحيطان، ولكن دفاع عن قيم وحق ومبادئ وحماية لها، وحماية لكرامة الإنسان كذلك الذي يؤمن بهذه المبادئ، وحرية الإيمان والتدين، وحرية ممارسة العبادات والشرائع المفهومة والمعروفة. تدبر معي في هذه المعاني العظيمة. أليس الله بقادر على أن يحميها؟ بلى، وهو على ذلك قدير، وإذا يشاء قدير، وهو أحكم الحاكمين. لكن ما دورك أنت يا إنسان؟ أتريد أن تقول ولسان حالك ومقالك يقول اذهب أنت وربك فقاتلا واحمها، إنها هنا قاعدون؟ هذا ما قاله قوم موسى لموسى عليه السلام. ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا لن ندخلها ما داموا إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. ماذا تريدون؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هذا ذنب عظيم. لك أن تتخيل حجم غياب الوعي الذي يعيشه بعض المسلمين حين يثيرون مثل هذه الشبهات اليوم. كثير من المسلمين اليوم فيما يحدث في غزة، وفيما يحدث لانتهاك حرمة بيت المقدس في القدس بكل أشكال الانتهاكات، يقولون ويرفعون هذه القضية، لماذا لا يحمي الله بيت المقدس؟ لماذا لا تقوم بدورك أنت كإنسان أوكل إليك حفظ بيت المقدس وحفظ مقدساتك والدفاع عن مقدساتك وعدم الرضوخ أو الخنوع للقبول بأي تدنيس لمقدساتك؟ ما دورك؟ ماذا فعلت؟ تدبر معي، إن تنصروا الله ينصركم. تدبر معي في هذه المعاني. ولكن في هذه، في سورة الفيل وسياق سورة الفيل، قال ألم يجعل، أيضا على سبيل الاستفهام التقريري والإنكاري والتعجيبي حتى يجعلك تفهم وتعي ما حدث، ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ في كيد. ما معنى كيد؟ تدبير بخفاء، كان في تخطيط، تخطيط استراتيجي. تقول لي ولكن هو لماذا جعل كيدهم في تضليل؟ حتى تفهم وتستوعب السنة، السنة الماضية، أن الحق منتصر لا محال، وأن الباطل مهما كان يتلبس بقوة مادية غاشمة طاغية في النهاية زاهق. تدبر معي في هذه المعاني العظيمة. ولذلك القرآن العظيم جاء في آية أخرى قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هو لماذا ينسب الفعل لنفسه جل شأنه؟ نقذف بالحق، هو لماذا ينسبه؟ حتى يعظم الحق في نفوس أهله والمدافعين عنه. يا أصحاب الحق، يا أصحاب الحق، الله معكم حين تنصرون الحق، الله يدافع معكم حين تدافعون عن الحق، الله ينصركم ويكون معكم حين تكونون مع الحق وعلى الحق. وكفى بذلك شرفا وتشريفا وتعظيما وإكبارا وإجلالا لصاحب الحق. يا صاحب الحق، أنت على الحق، لا تبتئس، أنت على الحق ستنتصر. تقول لي ولكن وما فائدة كل ذلك؟ أن تراجع نفسك، أن تراجع مبادئك، أن تراجع قراراتك. أنت على الحق ولا على الباطل؟ إذا كنت على الحق اثبت عليه، الله ناصرك، الله ناصرك. إذا كنت فعلا على الحق وأنت تؤمن بأنك على الحق، لا تبتئس ولا تيأس مهما تكالبت عليك قوى الباطل ولو كان من أصحاب الفيل. أصحاب الفيل بالنسبة للعرب آنذاك قوة عظمى، قوة عظمى، لكن ليس بالضرورة أن يكونوا فقط أصحاب الفيل،
في زماننا لما عادوا أصحاب فيل. في أزمنة قادمة ممكن يكون أصحاب مسيرات، أصحاب صواريخ، أصحاب دبابات، أصحاب أشياء مختلفة. الشاهد أنت مع من؟ لأن إن كنت أنت معهم وفي ذات حالهم وخندقهم على باطل، الهزيمة واضحة، سنة الله ماضية. إن كنت على حق سيجعل الله كيدهم في تضليل. فلا تبتئس، تدبر في استعمال الكلمة كيدهم، ما قال فعلهم ولا قال عملهم ولا قال جيشهم ولا قال ما ساروا به على الرغم من قوة جيشهم المادية، لا. ولذلك لما جاء في الحديث والأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بركت القصواء في صلح الحديبية، قال حبسها حابس الفيل. يعني كيف حبس؟ يعني حرنت ليس لأجل هذا، ليس بطبع لها أن تحرن هكذا من تلقاء نفسها، هي داب، لكن حبسها حابس الفيل. الفيل هذا المخلوق خلقه الله جل شأنه أداة، ممكن يستعمل الإنسان للشر وممكن يستعمل للخير، مثل الخيول، مثل الدواب، مثل أي شيء آخر سخره الله للإنسان، مثل التكنولوجيا، مثل العلم، ممكن يستخدم للخير وممكن يستخدم للشر. الطائرات ممكن تستخدم للخير وممكن تستخدم للشر، ممكن تكون أسلحة دفاع مدني وتحمي الإنسان وتحمي حقوقه وتنقذه من شر، وممكن أن ترمي بالشر على رؤوس أصحاب البيوت وساكنيها. هي أداة. تدبر معي في المعنى، تدبر معي في المعنى، من الذي يحركها ويسيرها؟ الإنسان. ولكن هل حركة وتحريك الإنسان لتلك المسيرات والأفيال والدواب مطلقة؟ لا، حتى يفهم الإنسان حجم نفسه وقدرته أمام قدرة الله سبحانه. إن شاء أمضاها وإن شاء أوقفها. تقول لي لماذا لا يوقفها؟ إن شاء يوقفها ويوقفها سبحانه. ألا ترى معي في بعض الحروب، في بعض الأماكن يرمون ويزرعون الألغام في باطن الأرض، اللغم لا ينفجر، وفي أوقات أخرى ينفجر. هذه أقدار الله ماضية، ولكن أنت المطلوب منك يا إنسان يا مكلف أن تنصر الحق وتزهق الباطل بما أوتيت من قوة. اعمل عملك، اعمل ما أوكل إليك، قم بواجبك، أدي واجبك على أكمل وجه وأتم وجه. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هذا التدبير في الخفاء، تضليل. تدبر معي في الكلمة والمصطلح، تضليل، تخبط بكل ما تحمله كلمة مفردة تضليل من صور ومعاني. القرآن ذكر الضلال ومشتقات الضلال، وأضل ويضل، هنا تضليل. النتيجة، الخلاصة، وفي حرف الجر الذي يفيد عمق التوغل في هذا ولهذا الكيد في التضليل. هذا ليس مجرد أن أصحاب الفيل غاصوا في مستنقع انهيار جيشهم، وإنما هم في واقع الأمر غاصوا في التضليل، التخبط بكل ما يحمله من معاني، أن لا يكون لهم هدف ولا يكون لهم منهج. كل التدبير، كل التخطيط، يخططوا، يدبروا، يكيدوا في الخفاء، يفعلوا، تضليل، تخبط. ألا ترى معي في معارك الحق والباطل كيف يجمع الباطل جنوده وجيوشه ووسائله وإعلامه ويفعل فعله، وأصحاب الحق ينصرهم الله جل شأنه بطرق مختلفة. واحدة من تلك الطرق ثباتهم على الحق حتى النهاية، فيصبح الموت
وموت هؤلاء، موت هؤلاء ورفاة هؤلاء منبعا ومنارة للحق ونصرة الحق والدفاع عنه. ألا ترى كيف رفاة أهل الحق، رفاة أهل الحق في فلسطين باتت منارا ونبراسا لأولئك الذين ينصرون الحق ويدافعون عنه في الغرب وفي الشرق. أذكت، أذكت الحق، حركت الضمائر الحية في الغرب وفي الشرق. أليس هذا مما يلفت الأنظار؟ ألم ترى؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هذه ليست قضية خاصة فقط بأصحاب الفيل. القرآن يريدك دوما وأبدا حين تقرأ أن تنتقل من الآية التي تقرأ وتتدبر فيها إلى عمق واقعك ومجتمعك، واقعك المعاصر الذي تعيش فيه، يجعل كيدهم في تضليل. من هنا، من هنا فعل جاءت بصيغة الماضي الذي تحقق ووقع، يجعل جاءت بصيغة المضارع الدالة على الاستمرار، يجعل كيدهم في تضليل. تدبر معي في إعجاز القرآن، فجعله وأرسل عليهم جاءت بصيغة الماضي تحقق وانتهى، جعلهم كعصف المأكول تحقق وانتهى. الوحيد الذي جاء فيه زمن الفعل بزمن المضارع هو يجعل كيدهم في تضليل. يا لعظمة وإعجاز القرآن، يا لعظمة القرآن، يجعل كيدهم في تضليل. بمعنى آخر، كل أولئك الذين يريدون أن يزهقوا الحق بأفواههم ويطفئوا نور الحق بأفواههم وأفيالهم ومعداتهم وعتادهم، سيجعل كيدهم في تضليل. هذه قاعدة، سنة، سنة مضطردة في الخلق. تقول لي ولكن إذا لماذا نحن لا أتأكد؟ ماذا ترى أنت؟ اصبر، انتظر، اصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر لترى النتائج، اصبر لترى العواقب. الحوادث ليست هكذا تؤخذ بأيام. أحداث التاريخ وعبر التاريخ وعظات التاريخ لا تؤخذ من البدايات. اصبر، اصبر حتى ترى ماذا ستكون النتائج. ليس السؤال كيف ستكون النتيجة، لأن النتيجة واضحة ومحسومة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه نتيجة محسومة، والحق يظهر الله سبحانه وتعالى الحق، لأنه كما قال جل شأنه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. إذا الباطل زهق، زهق، هذه نتيجة محسومة. لكن الذي ينبغي أن تلتفت إليه أنت يا قارئ، يا متدبر في القرآن، هل أنت، هل أنت ممن ينصر الحق أو ممن يقف محايدا بعيدا عن الحق يخشى أن ينصره، أو ربما مما يدندن وممن ينصر ويدندن للباطل لأنه اغتر بفورة ذلك الباطل، بجبروته، بعنفوانه، بفورته الزائفة الفارغة. تدبر معي في هذا، ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أوكلها إلى نفسه جل شأن. المعركة بين الحق والباطل ليس معركة هكذا عابرة، لا، معركة يديرها الخالق جل شأنه بعنايته. إن تنصروا الله ينصركم. سورة الفيل ليست مجرد حديث عن حدث تاريخي حدث وانتهى، ولا بيان ولا نص على المنة على قريش والعرب،
سدنة البيت وحماة البيت، لا 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 لا، أبعد من هذا بكثير. سورة الفيل رسالة لأهل الحق، أن يا أهل الحق اثبتوا، كيد الكافرين في تضليل. تدبر معي في المعاني، هذه معاني عظيمة لا ينبغي المرور عليها مرورا هكذا عابرا. يا لعظمة القرآن حين يقف بك عند تلك المعاني العظيمة بأوجز عبارة وأكثر بيان وإفصاح لهذه المعاني والمقاصد بأجمل المباني والألفاظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.